السلام عليكم طلاب، نبدأ محاضرة الأسبوع اللي هي introduction to conditional، مقدمة للإف الشرطية من unit 8. هذا السلايد الأول، أو مثل ما تعودنا نبدأ أول شيء بالقواعد. في هاي السلايدات الأولى كلها راح تكون قواعد. المحاضرة الجاية راح تكون عن قطعة ومعاني وبعض التمارين عن القواعد. فهسه نبدأ بهذا السلايد اللي هو introduction to conditionals، مقدمة للإف الشرطية. There are many different ways of making sentences with if. هناك عدة طرق لعمل خلينا نقول جمل تحتوي على if الشرطية. It is important to understand the difference between sentences that express real possibilities and those express in real situations. أهم شيء ستعدكم حتى تفرقون العفو بين يعني هو اكو نوعين من if الشرطية، النوع الأول والنوع الثاني. حتى تفرقون بيناتهم لازم تفرقون بالأساس بين شنو الاحتماليات الحقيقية واللي ممكن أن تحدث، وبين يعني الاحتماليات أو الأوضاع اللي غير حقيقية اللي من المستحيل أن تحدث. أوكي، هنا أعطيكم بالبداية قبل ما نبدأ بالأنواع مال الإف، أعطيكم شنو هي الأشياء اللي نقدر نعتبرها هي real possibilities، هي احتماليات حقيقية. هنا هاي أمثلة عليها، بناخذ عليها أمثلة. If it rains، إذا مطرت، we will stay home، راح نبقى بالبيت. طبعا هاي حقيقة، شيء حقيقي، إذا تمطر شخص يعني يبقى داخل المنزل. فنلاحظ إلى تركيب الجملة، الجملة متكونة من خلينا نقول مقطعين. هاي هي الجملة الأولى اللي هي اللي بيها الـ if، وراها فارزة تبدي الجملة الثانية اللي يسموها النتيجة. أوكي، فعندنا if إذا يجي بعدها زمن مضارع بسيط، مثل ما تشوفون هنا rains مضارع بسيط، وهنا هاي is لأنه it عندنا ضمير مفرد. فإذا إجا ورا ال if فعل مضارع بسيط بالجملة الثانية اللي هي النتيجة، إيش راح تكون تحتوي؟ تحتوي على will. أوكي، فهنا إحنا بالامتحان إذا تنتبهون تشوفون ورا ال if شنو يجي، وهنا راح خليكم فراغ، أقول لكم stay لو will stay باعون هنا، إذا مضارع بسيط خلوا لي will stay. هسه هنا ناخذ المثال الآخر. If you have finished your work، إذا خلصت عملك، أوكي، you can go home. لاحظ إذا تركيبها الجملة if بعدها شنو إجانا؟ إجانا مضارع تام. أوكي، مضارع تام اللي هو فشي بدأ بالماضي و يعني خلينا نقول مستمر لحد الآن. أوكي، الجملة الثانية إيش راح يجي بيها؟ راح يجي بيها auxiliary model auxiliary verb، راح يجي بيها هاي الأفعال اللي يسموها المودلز اللي هي كان، حتى هي الولز يعني الأفعال الأخرى. فإذا شفتوا هنا مضارع تام، أوكي، تخلون هنا لازم model auxiliary verb لازم أكو بيها تحتوي بعد، يعني طبعا ماكو فرق عن هالحالة وهالحالة. اوكي، هي الول هم مودل والكان والماي كليتها، اوكي، كليتها مودل. فاحنا ممكن نجيب لكم جو لو كان جو، فتختارون اللي بيها مودل. بس الحالة الأخرى اللي هي تعتبر طبعا هنا اللي هي ليش حقيقة؟ لأنه if you have finished your work، إذا واحد يخلص شغله أكيد يقدر يغادر ويروح للمنزل. اوكي، فهاي شيء حقيقي وواقعي، ولهذا احنا نعتبرها ضمن الريال possibilities. اوكي، if you are feeling ill، اذا واحد يحس انه هو مريض، go home and get into bed. اوكي، اذا واحد يحكي ويا الشخص الاخر يقول له اذا انت مريض روح للبيت. اوكي، فبهيجي حالة شنو بالمقطع الاول اللي هي الجملة اللي ضمن if، اوكي، هي اذا تشوفوها بيا زمن، زمن المضارع المستمر present continuous. إذا if يجي وراها مضارع مستمر، الجملة الثانية اللي ورا الفارزة هذه الجملة، لاحظون الزمن مال الفعل شنو؟ أوكي، أمر يكون بالإنجليزي الفعل الأمر يكون مضارع خالي من أي إضافة. أوكي، فهنا go و get، go home and get into bed مثل order. أوكي، imperative يسموه، ففعل امر. اوكي، فاحنا هنا راح نجيب لكم تباعون ورا الاف شكو مضارع مستمر، هنا تخلونا شنو فعل امر اللي هو مجرد، اذا كان مضارع بسيط او مضارع تام تخلوا لي دائما الجمله الثانيه لازم بيها مادل يلا فعل مضارع.
اوكي هاي اذا هي كلها real possibilities. هسه نجي شنو الاوضاع اللي نعتبرها مو حقيقيه unreal مو حقيقيه. اوكي مثلا you would understand me better if you came from my country. يقول لي لو انت جنت من مالتي البلد كان افتهمتني اكثر. معناها الواحد اللي هذا الشخص اللي ده تحكي وياه هو مو من بلدك ولهذا هو ما افتهمك زين. اوكي فهي هاي ما نقصد بيها انه unreal. اوكي اعيدها you would understand me better راح تفهمني اكثر if you came from my country. اذا انت جاي من البلد مالتي راح تقدر تفهمني بشكل افضل. اوكي لكن هو الحقيقه هو ما جاي من الكونتري مالته ولهذا هو شنو اوكي ولهذا هو ما افتهمه. فنلاحظ انه اكو دليل اخر على انه هي هاي خلينا جمله مو حقيقيه. شلون تعرفوها؟ احنا قلنا هي جملتين هاي النتيجه اوكي وهنا أنا السبب خلينا نسميه الجمله اللي تيجي ورا الاف. اذا اجتي ورا الاف زمن ماضي اوكي نعتبرها هي unreal. هنا أنا if you came تلاحظون ورا الاف شنو الجملة اللي تيجي بعد الاف اذا كان فعلها ماضي هي تعتبر رأسا. تعرفون انه انتو هاي عليانا ولا نحكي عن على unreal situations على الاوضاع الغير واقعية غير حقيقية. هنا أنا came ماضي فهنا أنا شرح نخلي بالجملة الاولى بدال من نجن هنا أنا مضارع نخلي will. هنا أنا اذا ماضي شو نخلي نخلي would. اوكي الصيغة الماضي للول تصير would. اوكي طبعا ورا كل المودل فيربز اللي هي will والود والمي والمايت شي يجي وراها لازم يجينا زمن مضارع خالي من اي اضافة. هاي الحالة الاولى. هاي الجملة الاخرى طبعا الاف مرة تجي بالبداية مرة تجي بالوسط. هنا انا جتي بالبداية هنا انا خلاها بالوسط. اوكي هسه هنا الجملة الاخرى if I were rich اذا اني كنت ثري I wouldn't have any problem ما راح يصير عندي اي مشاكل. اذا انا كنت ثري ما راح يصير عندي اي مشاكل ماليه. لكن هو بالحقيقه هو شنو نشوفون يجي جمله خصوصا بالما يعني بعد الجمله اللي بعد الفعل اللي بعد الاف شنو ماضي معناها هذا الحكي مو حقيقي معناها هو مو ثري ولهذا هو عنده شنو مشاكل ماليه. فانه نشوفون الفعل بعد الاف ماضي الجملة اللخة شو تخلون بيها؟ تخلون بيها would هم تخلون بيها model verb بس شنو الفعل الصيغة الماضي من عنده. اوكي هسه الحالة الأخرى اللي هم نعتبرها unreal إذا يجي ورا ال if شنو إذا يجي ماضي بسيط. اوكي ماضي بسيط if I stopped smoking إذا أنا توقفت عن التدخين I could run faster. اوكي model auxiliary verb بس بزمن الماضي. اوكي فاذا هو توقف بس اذا ما توقف ما راح يقدر يركض سريع ولهذا هم تعتبر unreal situation. اوكي فهاي بس اريدكم تفرقون. فهنا مفتاح unreal situation دائما تشوفون اكو ماضي ورا الاف اكو ماضي. هنا لا مضارع مضارع تام مضارع مستمر كل انواع المضارع هنا كل انواع الماضي هاي حتى تفرقون ريل انريل. خاف نجيب لكم جمله تعتبر ريل بوسيبلتي لو انريل سيتويشن فهاي تنتبهون عليها. There are several patterns that you need to know to understand the variation not the comma as usual when the if clause comes first. لما نقول لكم لما الاف تجي بالبدايه لازم تخلون فارزة تفصل بين الجملة اللي بيها اف الشرطية وبين الجملة اللخة اللي هي النتيجة. اوكي تنتبهون حتى من يقولكم مثلا كونوا جملة باستخدام اف لا تخلوها بالبداية لازم لا تنسون هاي الفارزة. اوكي هسه نجي على انواع اف الشرطية. قلنا هي نوعين اكو first condition اكو اف الشرطية من النوع الاول اللي هي الصيغة مالتها تكون اف وراها يجي زمن مضارع بسيط الجملة اللخة النتيجة تكون بها will. ناخذ اكو تجي بحالة البوزيتيف نيجاتيف اكو بصيغة السؤال. اوكي خاف اجي بكم بالامتحان جملة مثبتة تحولوها الى نفي تحولوها الى سؤال فتنتبهون شلون نسوي هالشغلات. بس البوزيتيف if I find your wallet اذا اني لقيت مالتك المحفظة الوالت معناها المحفظة فارزة I will let you know. اوكي فهنا شنو ورا الاف اجا مضارع هنا خلينا بالجملة اللخة
النتيجة خلينا will وراها شنو؟ الفعل المضارع. اوكي مضارع تخلون will زائد مضارع. هسه اذا جتي if بالوسط لاحظ خلينا نقول we will come and see you on Sunday if the weather is good. هاي هنا is، فهنا الجملة الشرطية كانت بزمن المضارع لوجود is. فهنا إذا مضارع إيش نستخدم؟ نستخدم لازم بالجملة الأخرى حسب القاعدة. إذا الجملة الشرطية جتي بعد الإف فعلها بالمضارع، الجملة الأخرى النتيجة شن خلي بيها؟ لازم خلي بيها will زائد شنو؟ زائد فعل مجرد. هسه إذا نريد ننفيها، أوكي بما أنه هو مضارع إحنا من نريد ننفي بالمضارع إيش نستخدم؟ نستخدم don't أو doesn't حسب الفاعل. بس هنا you won't pass the test if you don't study، يعني say if you don't study إذا ما درست، هاي نفي مال المضارع. هنا تستخدمون أو أما حسب المعنى، ترى هنا مو معناه هنا نفي لازم هنا تستخدمون نفي، ممكن هنا نفي وهنا إثبات. أوكي حسب المعنى شلون يفهم. أوكي تخلون بس هنا إذا جبت لكم نفي، إذا قلت لكم هاي الجملة مثلا أعطيتكم إياها وشي بالبوزيتيف قلت لكم انفوها، فانتو هاي تنفوها. وهنا يعتمد على معنى الجملة مالتكم، هنا احتاج انه ينفي الجملتين، ينفي الجملة اللي بعد الاف وهنا أنا. اوكي بس هنا تلاحظون هذا المثال if you lose your ticket، اذا فقدت مالتك التيكت، التيكت تأشيرة للدخول، you won't be able to go، ما راح تقدر تروح. اوكي بس هنا الجملة اللي بعد الاف مثبتة بس النتيجة مالته راح تكون منفية. اوكي فهنا النفي، اوكي لما تنفوا لها جملة ما تنفوا لها الجملة بحيث يرهم المعنى. اوكي تحفظوا لكم في الجملة من عندكم، خاف اجيب question. اذا اردت من عندكم تحولون الجملة اللي بيها اف الشرطية الى سؤال، نفس القواعد هي راح تقولون ان هي الاف الشرطية تتضمن جملتين الشرط والنتيجة. اوكي شلون راح يعني خلينا نقول لازم تنتبهون، لانه الاف مره تجي بالبدايه، واقول اف مره تجي بالبدايه ومره تجي بالوسط، فتنتبهون شلون يصير التحويل. هسه مثلا هنا مثال على سؤال اف جايه بالوسط، يعني هاي الجمله الشرطيه وهاي هي النتيجه. What will you do، راح تسوي if you don't find a job. اوكي what will you do if you don't find a job، فهنا بس خلي اداه السؤال، خلي اداه السؤال بالبدايه، وهاي لانه الجمله اللي بعد الاف بالمضارع فهنا نستخدم will. فاحنا عاده من نسوي سؤال نخلي اداه السؤال بالبدايه، بعدها نخلي فعل المساعد، بعدها الفاعل، بعدها تكمله الجمله. هنا راح تصير تكمله الجمله اللي هي الجمله الشرطيه، بس هنا اداه السؤال فعل المساعد والفاعل، وراها تكمله الجمله وراها الجمله الشرطيه تجي وتخلون علامه السؤال. هسه هاي اذا جتي الاف شنو بالوسط، اذا صارت اداه الاف بالبدايه ايش راح نسوي؟ نفس الشيء الجمله الشرطيه الاولى ننزلها كما هي، اوكي ونخلي فارزه، وين اداه السؤال راح تصير؟ بالجمله الثانيه اللي هي النتيجه، يعني مثل ما سوينا هنا. اوكي where will you stay، اوكي if there isn't a hotel where will you stay، فالجمله يعني ما تجي اداه السؤال ويا الجمله اللي بيها الاف مباشره، تجي بالجمله الثانيه اوكي اللي هي بعد الفارزه. هسه هنا بدي اكد على هاي النقطه، يقول not that we don't usually use will in the if، يقول هاي ياكد على مو بس انه اداه السؤال ما تجي ضمن، يعني خلينا نقول ويا، يعني ما يصير نقول where if there isn't اوكي هوتيل، ويقول الول هم مستحيل تخليها بنفس، يعني مستحيل الول تخليها بعد الاف. اوكي شوف هنا شاطبها if you will leave now you will catch، ما يصير ورا الاف تجي will، الجمله الثانيه النتيجه تجي بيها الول. اوكي فاذا يجي لكم جمل واقول لكم صح او خطا، فالمفروض تعرفون انه الجمله الشرطيه اللي من ضمنها الاف اوكي هذه قبل الفارزه، ما يصير الاف والول يجتمعون بنفس الجمله، يصير الول بالجمله الثانيه نتيجه بس مو بهاي شو اسمه.
هنا يقول ملاحظة بآخر شيء إنه بإمكان استبدال unless و in case نخليها مكان ال if. أوكي؟ فهنا يقول unless I hear from you I will come at 8. يعني هنا من تشوفون unless. أوكي؟ يعني مرات أقولكم ممكن إنه نستبدل if. أوكي؟ أشيلها وأخلي unless. ومن نخلي unless نطبق عليها نفس القاعدة اللي طبقناها على if. يعني من يجي بعد ال unless فعل مضارع مثل هنا نهير، هنا ايش راح نخليه بالجملة النتيجة؟ نخليه will وراها وياها فعل مضارع، اوكي؟ هنا نفس الشيء، هنا مثال على in case I will take my umbrella in case it rains. تخيلوا ان هنا اكو if، إذا if يجي وراها مضارع، هنا ايش راح نخليه؟ نخليه بالجملة الثانية اللي هي النتيجة، مو هاي يسموها جملة شرطية again، هاي يسموها جملة النتيجة. نتيجة خلوا بيها will وراها فعل مضارع، اوكي؟ فخلوا ببالكم انه ممكن استبدال unless و in case. خاف تمتحنوا توفل، هاي بالامتحان ما اجيب لكم هيجي شيء، اوكي؟ بس خلوها ببالكم ال unless وال in case هم ممكن استخدامها بدال الف الشرطية، فطبقون عليها نفس القواعد. هسه هنا هذا السلايد يشرح لنا استخدامات الاف الشرطية من النوع الاول، ياكد عليها. يقول هنا ملاحظات نمبر 1 first conditional sentences الجملة الشرطية اللي هي من النوع الأول express a possible condition تعبر لنا عن احتمالية اوكي شرط احتمالي and its probable result in the future والنتيجة اوكي اكو condition واكو نتيجة نتيجة محتملة فالcondition اللي هي الجملة الشرطية اللي هي تجي بعد الاف مباشرة هاي الجملة I find a sweater in your size هذا شرط وهنا ورا الفارزة مو نخلي فارزة هنا هاي الجملة اللي تجي بعد الفارزة هي يسموها النتيجة هنا بس دي أكد لكم على اسماء كل جزء فهنا if I find a sweater in your size نتيجة ايش راح يصير اذا لقى بلوز على قياسه اوكي I will buy it for you راح اشتري لك اوكي هاي النتيجة الجملة الثانية اللي هي if you can do the homework هاي هي الجملة الشرطية واللي هي بزمن خلينا نقول المضارع بس في حالة النفي negative give me a call okay now give me a call اللي هي شنو قلناها مثل فعل أمر okay فعل أمر بس الجملة الأخرى if you can find my purse I might buy you an ice cream okay if you can find my purse إذا تقدر تلقي ماتي purse يعني الحقيبة النسائية إذا تقدر تلقيها فالنتيجة راح تصير أني احتمال إنه أشتري لك شنو ice cream if you have never been to Wales هنا مضارع تام راح نستخدم you should try to go there one day إذا ما رايح Wales اللي هي بلندن أحد المدن أوكي بلندن محافظات في لندن أو في بريطانيا سوري النتيجة you should try they ينصحها أوكي they ينصحها you should try to go there one day أوكي لكن هنا من استخدم بعد الإف مضارع تام هنا شنو استخدم هم يعني واحدة من المودل auxiliary verb استخدمها أوكي فهاي كليتها بعدنا بالنوع الأول اللي هي real possibilities هسه هنا ملاحظات جدا مهمة يقولك we can use the first conditional to express different functions ممكن ان تشوفون هسه هنا لاحظتوا انه هنا ممكن دي ينصحها هنا ممكن عرض دي يعرض عليه انه يشتري له ايس كريم اوكي فممكن انه المعنى من يعني يكون مختلف اوكي المعنى يكون مختلف انه الاف الشرطية جملة الاف الشرطية كليتها ممكن انه تكون معاني نعبر عن معاني مختلفة مو كلها نفس المعنى all of which express a possible condition كلها تعبر لنا عن اشياء ممكنة الحدوث and probable result نتائج ممكنة ان تحصل اوكي خلينا نشوف عن المعاني المختلفة شنو احنا هنا اخذنا مثل هذا عرض وهنا مثل النصيحة بعد خلينا ناخذ معاني اخرى if you don't stop the noise اذا ما توقفت عن هاي الضوضاء اللي تسويها I will phone the police يعني انا راح اخابر الشرطة هنا جتي معنى ثريات تهديد اوكي okay. careful if you touch that you will burn yourself هنا شنو warning دي حذر اذا طخيت هذا الشيء راح تحترق اوكي okay. هنا شنو I will pause the letter if you like
أنا أفر أو فوزت أنا راح أوديها للبريد هاي الرسالة إذا أتتحب، فهو ده يعرض علي هاي الأفر مثل هذه الآيس كريم. أوكي الجملة اللي تحكي على الآيس كريم. If you lend me إذا أقرضتني 1 يورو أو سوري 100 يورو I will pay you back tomorrow، أنا أرجع لك إياها باكر. فبرومس ده يوعده إذا أعطيتني هسه 100 يورو أنا أرجع لك إياها باكر. أوكي فالمعاني هي تختلف لكن هي الصيغة كلها نفسها. تلاحظون هنا جتي بعد الجملة الشرطية هنا شنو جاء فعل مضارع، جملة اللغة بعد الفارج ايش خلى بيها؟ خلى بيها وال. هنا نفس الشيء هاي الاف الشرطية هنا شنو مضارع هنا ايش خلى؟ خلى وال. وهكذا يعني القاعدة ما اختلفت لكنه المعنى ممكن انه يختلف. ممكن هنا انا اقسم لكم اياها، الجملة اللي تجي بعد الاف يسموها جملة شرطية كونديشن والريزالت. يعني اذا اجيب لكم جملة اقول لكم وين الريزالت وين الكونديشن المفروض تعرفون تركيب الجملة. اوكي الجملة اللي بيها الاف تعتبر كونديشن والجملة الريزالت النتيجة اللي هي ما بيها الاف. اوكي خلوها ببالكم يعني ممكن واحد يعني كلها من محاضراتكم يجيب لكم نفس الجملة واقول لكم وين الريزالت وين الكونديشن. اوكي خلوها ببالكم. هسه هنا عندنا تايم كلوزز، اكو عندنا فد خلينا نقول ادوات تدل على الزمن. اوكي وهي يعني خلينا نقرا الملاحظه. اوكي كونجكشنز اوف تايم، اكو ادوات ربط هي زمنيه اللي هي وين يعني متى as soon as حالما. اوكي بيفور قبل until حتى يعني after بعد. are not usually followed by will. عادة من تجيكم هاي الادوات الربط اللي الزمنيه ما تخلون وراها will. يعني شلون الاف اوكي شلون الاف قلنا الاف والول ما يتجمعون بنفس الجمله الشرطيه، الول شيلوها وتخلوها بالجمله النتيجه الجمله اللي تجي بعد الفارض. اوكي فنفس الحاله هنا نفس الملاحظه طبقت على ول تنطبق على اف تنطبق على ذول الوين والاس سون از وبيفور وانتل. هاي من تجي الجمله الكلمات اللي تجي بعدها يجي وراها ضمير ويجي وراها فعل. المهم ما تخلون بهاي الجمله ول، خلون الول بالجملة الأخرى اللي بعدها جملة النتيجة. we use a present tense، تستخدم المضارع الزمن المضارع even though the time reference is future، ويأكد أنه نستخدم بعد هاي خلينا نقول ظروف الزمان نستخدم بعدها شنو نستخدم مضارع بسيط دائما أو مضارع. هسه هنا خلينا ناخذ مثال حتى يوضح انها I will call you راح اتصل بيك when I get home. هسه شفنا وين اوكي لاحظ انه الجملة اللي جتي بعد الوين اللي هي I get home ما خلينا بيها will. هاي الملاحظة الأولى اللي دا يقول عليها. الملاحظة الأخرى دا يقول انه الزمن لازم يكون بالمضارع بعد وين، لاحظ هنا get مو got. فهنا أنا من أخليكم اختيارات. اوكي قالت له get تختارون المضارع get. اوكي وهي كانه مثل اف، هو ما يقول مثل اف لكنه لكن هي مثل عاملها مثل اف. اوكي بس سموها تايم كلوز اوكي تدل على الزمن. I will call you راح اخابرك عندما انت يعني توصل للبيت. هسه as soon as dinner is ready نلاحظ بعد as soon as شجر الزمن is مضارع ما خلينا will، وين خلينا will؟ خليناها بجملة النتيجة I will give you a call. شوفوا نفس الشيء هنا على before can I have a word with you اقدر احكي وياك اوكي بشكل على صفحة اوكي في كلمة كلام before I go. بس اشوف بعد ال before شكو زمن مضارع وماكو جملة بيها will. اوكي فاخاف اقولكم يعني خيركم بين go will go بنار شوفون ظروف هاي التايم كلوز تستخدمولي بس go. ونفس الشيء until بدو تحفظوا لكم هذه تعرفون انه هاي ظروف زمان تعرفون انه يجي بعدها مضارع وبعد شنو ما تخلون will بالجملة. اوكي حتى لو هو يدل على المستقبل ما يصير تستخدمون will. هاي الملاحظة مالته. اوكي هسه هنا وي كان يوز ذا بيرفكت، هاي عوفوها صار معقدة عليكم اكثر بس خليني اشرح لكم اياها بس هي مداخله. اوكي وي كان يوز هذه فقط هاي السطور الاربعه مداخله. اوكي
Okay, we can use the present perfect. Okay, بإمكاننا نستخدم المضارع التام if it's important to show that the action in the time clause is finished. Okay, إذا عرفنا إنه هذا الفعل أو هذا الأكشن خلاص نقدر نستخدم المضارع التام. When I have read the book, لما أنا أخلص قراءة الكتاب, I will lend it to you. راح أعيرك إياه. أوكي أعطيك إياه حتى شو اسمه تقرأ. مثال الآخر, I will go home after I have done the shopping. إذا هو خلينا نقول هنا جاء مضارع تام. أوكي هنا جاء مضارع تام بالجملة. ليش؟ لأنه هو راح يخلص الشوبينج, الأكشن مالته راح يخلص. أوكي يلا يروح للبيت, فيعتبر صحيح إنه استخدم الـ present perfect هنا, بس إحنا هذا ما راح نأكد عليها لأن هاي كلش يعني خلينا نقول advanced تعتبر. خلينا إحنا بالقاعدة مالتنا اللي هي إذا يجي مضارع نستخدم will زائد. أوكي مضارع مستمر, مضارع بسيط, مضارع تام, هاي اخذناها قاعدة القواعد على الفشاطية من النوع الاول. هسه اكو فشي يسموه اوكي ثاني, هاي اكيد هاي دا اشر عليها, بس هاي الاربع اسطر ما داخل. زيرو كونديشنال اللي هي شنو زيرو كونديشنال؟ زيرو كونديشنال سنتنسز ريفير تو اول تايم, يعني معناها شرط هو صحيح كل الاوقات. Okay, not just the present or future. مو صحيح في الوقت الحالي أو بالمستقبل. كل الأوقات هو صحيح. They express a situation, هو يعبر لنا عن وضعية, that is always true. فالشي هو دائما true. إحنا تعلمنا إنه إذا فالشي هو دائما true, إذا حقيقة, إذا فالشي هو حقيقة, زين يا زمن نستخدم المضارع. المضارع البسيط هو يعبر لنا عن truth أو الحقائق. If means when or whenever. فبهيجي حالة نشوفون if الشرطية موجودة بالجملة مثل هاي الجملة, لكن هي اش تعني؟ تعني when أو تعني whenever, متى أو متى ما. اوكي هناخد هذا اوكي يعني هسه لازم تشوفون اول شيء انه الشيء اللي بدنا نحكي عنه بهاي الجملة لازم يكون true كل الاوقات, والاف معناها وين اور وين نظر معناها زيرو كونديشن. اوكي معناها لازم تستخدمون المضارع البسيط بها الجملة الاولى والجملة اللي بعد الفارزة اثنيناتهم مضارع بسيط. If you spend over 50 يورو, اذا صرفت اكثر من 50 يورو at the supermarket, رحت المحل اوكي سوبر ماركت صرفت 50 يورو, you get a 5% discount. راح شو تحصل؟ تحصل على 5% discount. يعني هذا العرض هو ساري وصحيح, شو وقت ما تصرف 50 يورو انت راح تحصل لك على 5% اوكي discount. اوكي فهاي تعتبر حقيقة, يعني هذا عرض موجود خلينا نقول واقع في هذا السوبر ماركت. اوكي فنلاحظ اوكي إذا خلينا whenever you spend, متى ما أنت صرفت 50 يورو أنت راح تحصل على 5%. هسا هاي تحقق المعنى. بعد خلينا نخلي وين, عندما وين عندما أنت تصرف, عندما يعني تصرف 50 يورو بهذا السوبر ماركت هم تحصل. فنشوف إنه إذا استبدلنا if ب whenever وين يطلع المعنى ماشي. ونلاحظ إنه هو في شيء أوكي, هو في شيء خلينا نقول true all the time, هذا الشيء يصلح يعني الشرط هذا يسري كل الأوقات. اوكي شوف ما انت تصرف, اوكي شوف ما انت تصرف فوق ال 50 يورو فما فوق تتحصل على 5% خلينا نقول ديسكاونت خصم 5%. فهنا نلاحظ انه الجملة اللي جت بعد الاف هي spend اللي هي مضارع بسيط, والجملة اللي نتيجة هنا مضارع بسيط. ليش استخدمنا هنا مضارع بسيط؟ ليش؟ لأنه هي true, فالشي هو true وش بي always true و all the time, فالشي دائما حقيقي. اوكي هاي بس انتبهوا له. اوكي بس فرصكم انا اركز على النوع الاول والنوع الثاني وعلى الزيرو conditional. اوكي هاي ان شاء الله لازم تعرفوها. هسه نجي على السكند conditional. هسه خلصنا first conditional تحكي عن المضارع. اوكي الجملة الشرطية
كلها عن المضارع. هسه هنا نحكي عن النوع الثاني اللي هو يخص الماضي، اوكي؟ يعني كلش الفرق جدا واضح. second conditional ممكن يجيكم سؤال بسيط، منو first conditional منو second conditional؟ باعون اي شيء، يعني الجملة اللي بعد الاف ماضي تقولون هاي second conditional. هسه القاعدة مالتها اف وراها يجي زمن ماضي past simple، والجملة الثانية اللي هي النتيجة لازم بيها would، هاي الشرط مالتها لازم بيها الجملة الثانية تجي بعد الفارزة شبيها would. هسه ممكن تجيكم second conditional بالpositive بالnegative بالquestion، صيغة positive ناخذ عليها امثلة if you want some money، نشوف الجملة الشرطية اللي تجي بعد الاف بزمن الماضي، هنا ايش لازم شو نخلي حسب القاعدة؟ يقول لازم الجملة الثانية تحتوي على would. I would go around the world. would عادة شي يجي وراها الزمن شنو؟ مضارع بسيط، اوكي؟ الجملة الأخرى my father would be proud، my father would be proud if he could see me now. بس هنا ال could هي همين بزمن شنو؟ بزمن الماضي، اوكي؟ فهنا ايش خلي؟ خلي هم would بالجملة الأولى، هسا هاي بس مجرد جابها بالوسط، تطبعون على الإف والجملة اللي تجي بعدها حتى تشوفوا إذا بالماضي، إذا بيها ماضي راح تخلون هنا would، مضارع؟ لا، will. اوكي لو ويل لو امر لو حسب نوع المضارع الموجود، يعني ثلاث انواع من المضارع. اوكي بس هنا بالنفي ترجعون القاعده مال الاولى وتشوفون القواعد. اوكي نيجاتيف اي وود جيف اب ماي جوب اف اي didnt لايك ات. بس هنا شنو عندنا بالنيجاتيف؟ didnt لايك ات، من didnt عرفنا انه ماضي، معناها هنا شنو الشرط الثاني سكند كونديشنال، هنا شنو نخلي؟ وود. هنا أنا خال دي بس هي معناها would، أوكي؟ هسه هنا if I had، had هي ماضي، معناها الجملة الأخرى راح شو تصير؟ تصير هم بيها would، بس إحنا هنا خلينا نفي، ليش؟ نفي ردناها بالنفي، أوكي؟ ومثل ما قلنا في ذيك المرة ممكن الجملتين تنفي، الجملة اللي بعد الإف والنتيجة تنفي، وممكن واحدة من عندهم، أوكي؟ فأنتم من تحاولون للنفي أنتم أحرار. تنفولي اثنيناتهم حسب معنى جملتكم، تنفولي واحدة من عندهم، اوكي؟ صيغة السؤال ايش قلنا؟ وين السؤال يجي؟ يجي بالسؤال بالجملة الشرطية لو بجملة النتيجة أداة السؤال تصير، أداة السؤال تصير بالجملة مال النتيجة، يعني الجملة اللي بيها اف ما تدخلون عليها أداة السؤال، مثلا هنا عندكم شوفوا هاي if you saw someone shoplifting، اوكي. هاي هياتها الجملة الشرطية، وين خلى أداة السؤال؟ خلاها على جملة النتيجة. What would you do if you saw someone shoplifting؟ إذا شفت واحد يسرق، إذا شفت واحد يسرق شو تسوون؟ يعني if you saw someone shoplifting what would you do؟ هنا شفتوا بعد الإف إجا سو ماضي، اللي هي الفعل المضارع سي، أوكي هنا سو ماضي، إيش خلى هنا؟ would. اوكي بس احنا ما راح نسال بالود، راح نسال باداة سؤال، خلي اداة سؤال بعدها الود، اوكي بعدين الضمير بعدين الفعل الرئيسي، اوكي وهاي تكمله الجمله اللي هي شرط. زين اذا جتي هاي، جتي هاي اذا الاف بالوسط، اذا الاف ردناها بالبدايه، وين اداة السؤال وين راح تصير؟ راح تصير بالجمله اللي تجي بعد الفارزه، يعني انزل الجمله الشرطيه اللي بيها الاف كما هي. if you needed help، لاحظ انه الجمله الشرطية بزمن الماضي اللي needed بها ايدي فارزة، هنا راح اخلي اداة السؤال who would you ask، المن راح تسأل، اوكي بس تنتبهون اكد انه اداة السؤال تصير بجملة منو؟ جملة النتيجة وليس بالجملة الشرطية، اوكي الريزالت، هاي هي الريزالت، اوكي وهاي هي الجملة الشرطية او السبب يسموها، اوكي if you needed help، إذا أنت هذا الشرط، إذا واحد يحتاج مساعدة شنو النتيجة؟ would you help him؟ will you ask؟ شنو نتيجة إذا شفت روحك تحتاج راح تسأل نتيجته؟ تسأل مساعدة؟ اوكي؟ طلب مساعدة؟ فهي النتيجة. And I know that was can change to where okay in the condition clause. ممكن يعني ممكن نبدل was بwhere. مو فد اشكال، اوكي؟ if I were if he were مو غلط، مو يعني
داخلية was add. اوكي فهنا لانه I were okay بس هي لازم نستخدم was لانه مفرد بس يقول ممكن انهم بدلها. سيقول استخدامات الـ second condition. رقم واحد we use the second conditional to express an unreal situation. نستخدم للتعبير عن الأوضاع غير الحقيقية غير الواقعية and its probable results. Okay. The situation of or condition is improbable. فالشيء غير محتمل الحدوث الشرط مالته impossible غير ممكن يحدث imaginary فالشيء خيالي مو حقيقي. Okay. Contrary to the known facts. مناقض للواقع. مثال على هذا ناخذ مثال. If I were on the Olympic baseball team. إذا كنت أنا على فريق الأولمبياد مال كرة السلة. I would train every day. أنا راح أتمرن يوميا. لكن بالحقيقة but it's not very likely that I will ever be on the team. يعني أصلا مو بالتيم. في الواقع هو مو صحيح. أوكي. هو مو بالتيم فهو ما راح يقدر يتمرن يوميا. Okay. If my mother knew about my plans, لو أمي عرفت بالخطط مالتي, she would be very surprised. راح تندهش إذا عرفت. Okay. If she knew, but she doesn't. Okay. بس هي ما تعرف. لذلك هذا خلينا نقول فشي impossible. If Ted needed money, إذا Ted احتاج للفلوس, I would lend it to him. Okay. أنا سوف أقرضه. I would, but he doesn't need it. Okay. سنا other model نقطة ثانية. Other model verbs are possible in the result clause. Okay. ممكن نستخدم الأفعال المادر الأخرى بالجملة يعني جملة النتيجة. I could buy some new clothes if I had some money. فنلاحظ انه هاي في الشرطية هاي الجملة الشرطية اللي هي السبب اللي هي خلينا نقول زمن الماضي. فجملة النتيجة شي يقول عليها result clause. اوكي ايش بيها ممكن نستخدم بيها would ممكن نستخدم بيها could ممكن نستخدم بيها might. اوكي نستخدم بقية المادل فيرز مو حصرا فقط ال would يعني كل امثلته كانت على would لسه دي يقول انه ممكن استخدام could might كلها صحيح. Okay. هنا if I save a little every week إذا أنا شوية خلينا نقول سيبت بعض المال okay. كل أسبوع I might be able to save up for a car. ممكن إنه أجمع يعني أشتري سيارة. Okay. فهنا بالماضي استخدم might ممكن could يعني حسب المعنى إحنا ممكن نروح لها معنى. Okay. هنا if you wanted that job شوف الجملة اللي بعد الأثير بزمن الماضي you would have to apply very soon. okay. هنا نستخدم ال would جبتي بعدها ال have to. okay. if you want that job إذا تريد هاي الوظيفة you'd have to apply very soon لازم يعني تقدم من وقت على هاي الوظيفة. okay. بس هنا صارت النقطة واضحة انه ممكن نستخدم الأفعال الأخرى مع المعدل هي auxiliary verb أفعال مساعدة. النقطة الثالثة if I were you إحنا قلنا ممكن نستخدم where وممكن نستخدم was. okay. if I were you I would فراغ is used to give advice. if I were you عادة هاي من تشوفون جملة تبدي ب if I were you معناها إحنا شنو معناها ده نعطي advice. okay. if I were you I would apologize to her راح أعتذر إلها. I would take it easy أخذ الموضوع بسهولة وراح على الصدر for a while if I were you. okay. if I were you فدايما نشوفون if I were you معناها شنو advice مثل ما قبل شوية أخذنا أنه يعني هي ممكن بيها معاني هواية. okay. ممكن create ممكن advice ممكن offer هنا if I were you advice خلوها advice ومعناها advice. بس هنا هذا السلايد يحكي انه تستخدم الـ first or second conditional. تقول لك شو وقت تستخدم هذا شو وقت يعني كأنه مثل مقارنة دي يسوي. اوكي ملخص للموضوع يعني دي ينهي القواعد. اوكي
هسه نبدي نقرأ both conditionals. الشرط الأول والشرط الثاني refer to the present and the future. أما يشير للمستقبل أو ما يشير للزمن المضارع. The difference is about probability. الفرق بيناتهم هو فقط مثل ما تعلمنا هو فقط بالاحتمالية. Okay. Not the time. مو الفرق بالزمن. Okay. الشرط الأول والشرط الثاني يختلفون فقط بالاحتمالية. ممكن الحدوث أو غير ممكن الحدوث، خرافي، خيالي، أوكي، مو حقيقي. It is usually clear which conditional to use. أوكي، واضح الفرق بينه. هاي زمن المضارع، مضارع بسيط، مضارع مستمر، مضارع تام، واللخة بالماضي الشرطية الثانية. First conditional sentences are real and possible. دائما الشرط الأول يكون حقيقي واقعي ممكن الحدوث. والسكند conditional sentences شو هي الشرطية الثانية؟ Suppress situation. عبر لنا عن يعني خلينا نقول اوضاع that will be probably never happen. شغلات مستحيل انه تحدث. ناخذ امثله اوكي تاكيديه. If I lose my job I will when I lose my job lose my job. If I lose my job يعني فقدت مالتي الوظيفه. اوكي فلوز هي بالمضارع اوكي فناش استخدم will. Now my company is doing badly. There is a strong possibility of being made redundant. اوكي ممكن يعني خلينا نقول الشركة تمر بحالة اقتصادية سيئة فممكن انه هو يفقد العمل مالته. اوكي هنا if I lost my job شو الفرق هنا will هنا خله would. I probably won't lose my job. Okay. I'm just speculating. بس ده يتوقع يعني. Okay. Speculating يتوقع. If I lost my job I would. يعني ممكن شيء شي يعني خلينا نقول اقتراحات. هنا if there is a nuclear war إذا هناك حرب نووية هنا نشوفون الجملة في زمن المضارع. We will all وتكملة الجملة ما يريد يكملها said by pessimist اللي هو الشخص اللي الشخص اللي يعني خلينا نقول اللي ما يتفائل بالخير اللي يتوقع دائما الشغلات السيئة انه ممكن تحدث ما اعرف شلون ترجمها يعني شخص متشائم اوكي فده يقول إذا هناك حرب نووية we will all مثلا داعش وشو ايش راح يكمل الجملة ما خلينا بس ده يقول لنا خلينا نقول تأكيد انه انه جملة زمن هاي النوع الاول هاي جملة شرطية من النوع الاول يجوز شنو زمن اللي هو المضارع. If there was a nuclear war شوف الفرق لما تكون بالماضي but I don't think it will happen. اوكي ما يعتقد انه راح يحدث ليش احنا قلنا هاي واقع 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 معناها ماكو حرب نووية. اوكي فاحنا لا نجيب جملة ونقولكم منو هي first condition منو second منو real unreal تتعرفون من الزمن المضارع real وزمن الماضي هو unreal. اوكي بس هنا نجي على would. Notice that the use of would in the following sentences. شوف استخدامات would بالجمل الآتية. She would look better with shorter hair. Okay, she would look better with shorter hair. If she cut her hair, she would look better. Okay, نانا دي يقول إذا هي قصت شعرها ممكن نوطل يعني تكون بشكل أفضل تظهر. فهنا الفكرة اللي يوصلها إنه would يجي معناها مختلف. مثلا هنا تجي would to express preference تفضيل. I would love a cup of coffee. Where would you like to sit? Okay, then تفضيل. When تريد تجلس. I would rather have coffee, please. أنا أفضل أن أخذ قهوة. I would rather not tell you. Is that alright? Okay, ما أفضل أن أقول لك. What would you rather do? Stay in or go out? شو تفضل تطلع لو تقال البيت. Would you express a request? ممكن تجي واحد على صيغة زي يطلب طلب. Would you open the door for me? Not a request. تطلب من الشخص. Would you mind lending me a hand? Okay, تساعدني.
هسه نجي للسلايد الأخير اللي هو يعني مجرد خلينا نقول تمرين جدا بسيط. المحاضرة الجاية ناخذ تمارين على القواعد وناخذ قطعة. اوكي هسه هنا تيست يور جرامر، اختبر خلينا نقول مع القواعد مالتك. هاي معظمها تعتمد على المعاني. أول نقطة اللي هي if I had 5 euro million I would give up my job، راح أعوف مالتي الوظيفة and travel around the world. فهي تكملة للمعاني، ترمية تعتمد على القواعد. يعني if I had، فهنا جملة شرطية من النوع الثاني لأنه هنا ماضي. شوفوا هنا ايش خلى would. أوكي يعني هذا دليل آخر أنه ليش استخدمنا هاي القاعدة. أول شيء المعنى عندكم، وثاني شيء القاعدة. هسه احنا نمشي طبق القواعد، والله هاي معانيها ما حنجيب لكم ماتش A و B. اوكي هسه النقطة رقم 2 if you are going to post the office. اوكي فهنا نشوف منو أفضل شيء. could you post this letter for me، إذا احنا جملة كانت بزمن الشرطية كانت بزمن المضارع المستمر، فالنتيجة لازم تكون شنو قلنا، لازم تكون أمر. ف could you post this letter for me. اوكي مثل امر او طلب يعني request. اوكي هسه if I see Anna، اذا شفت انا انا جملة شرطية بزمن المضارع، فالنتيجة راح تكون will وراها زمن مضارع. I will tell her the news. هسه هنا النقطة الرابعة if you want to do well in life، لا تريد تسوي في شيء زين بحياتك، شنو you have to work hard. اوكي فهنا مثل يعني اعتبرها هاي zero condition لان هنا مضارع وهنا هم مضارع. اوكي يعني truth، اي واحد يريد يصير خلينا نقول يسوي في شيء زين بحياته، يصير هو في شيء اوكي حققت شيء كبير، يصير هو راس خير خلينا نقول، لازم يشتغل هارد، ماكو واحد يحصل شيء بالساهل. نقطة رقم 5 if you don't feel well، إذا ما تحس إنه يعني أنت أوكي شنو؟ أوكي إذا أنا جملة بزمن مضارع بس منفية نيجاتيف، إيش راح يصير؟ لا واحد ما يحس نفسه go to bed and rest. أوكي هاي أكثر شيء تعتمد على المعاني وطبقنا بها القواعد. هنا أنا answer this question، هاي أنتم تقدرون تجاوبون عن نفسكم. من تكون محاضرة سهلة وشكرا جزيلا.